على عجل يحاول محمود إبعاد المياه من أمام خيمته قبل أن تعود الأمطار للتساقط من جديد بعد أن نزح من شرق معرة النعمان مع عائلته، لينتهي بهم الحال هنا في محطة القطار بسهل الروج على جوار أوتوستراد حلب اللاذقية في خيام صغيرة لتكون مستقرا لهم دون أن تدفع عنهم المرض أو البرد صغارا أو كبارا. بنحاول نعزل يعني قبل ما يجي المطر بنعزل المطر ومن تمطر دائما تفوت المي على الخيمه ومرض ودخان واحنا شي 50 عيله اللي جينا من نوح المعره من القذفه هني وجينا هون نزلنا وعندنا ما عندنا خشب ما في عندنا حطب عودان بسيطه يعني ونتحمى عليها بقلب هالبيت ودخان وخانقنا الدخان ومرض وما ادري شنو العجز مرضانين وهني كنا مرضانين يعني ورشح وهني على طول يعني ماكلينها بهالبرد. وجد كثير من النازحين في ارتفاع المكان ملجأ للهرب من الأمطار والسيول فبنوا خيامهم واستقروا فيها، إلا أن غزارة الأمطار أدت إلى غرق الخيام المهترئة ما حول حياة النازحين إلى جحيم يومي دون التفاف من المنظمة المعنية التي لم يعد بإمكانها استيعاب الأعداد الهائلة من النازحين. والله زالين على ولادنا من الضرب ومن الغصب وجاعدين بهالشول لا خيام لا شيء. الله يساعدنا حالتنا زي يعني سيئة حالتنا الله يساعدنا والله ما بحالنا شيء والله لا رضع عنا ولا احنا الله يساعدنا والمطر ذبحنا ولا بجاعدين بهالشول والخيام تنقط علينا ماي على سيس القطار نزلنا والمية طفنا جولة توقت علينا أطفال على النسوان حالتنا حالة وضع سيء حال مزرية لقاطني مخيم السكة حيث اقتضوا داخله بعد أن اضطروا إلى النزوح بسبب العملية العسكرية التي شنها نظام الأسد على ريف إدلب إضافة إلى آلاف العوائل التي ما تزال تحت الأشجار وفي الأراضي والجبال المتخمة للمناطق الحدودية علها تكون أكثر أماناً لهم.